لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 20 فبراير، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الحمل لغاية الساعة 8:12 بالليل. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وعندنا المشتري في العقرب، وعندنا المريخ في القوس، وزحل وبلوتو في الجدي، وعطارد والشمس وفينوس ونبتون الأربعة في برج الحوت. عندنا كمان النهاردة في حالة اقتران، القمر بيقترن مع أورانوس في برج الحمل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة القمر مازال في برجهم، وده بيديهم قدرة على التواصل هايلة، وبيديهم كمان قدرة ان هم يفرضوا ارادتهم ويفرضوا سيطرتهم على الامور. كمان عاطفيا وجود القمر في برجهم بيخليهم عندهم سحر وجاذبية اكتر، ويقدروا يأثروا جدا في كل الناس وخصوصا في الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة ما زال القمر عندهم في المنزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للتأمل أكتر، ومش بيسمحوا لأي حد إنه يقرب منهم، فيعني الناس اللي هم بيثقوا فيهم بس، وده كويس بالنسبة لهم لأنه ممكن يكونوا معرضين لمكائد، فمن الأفضل إن هم ما يسمحوش لكل الناس إن هم يقربوا منهم، بس يدوا الثقة للناس اللي بيثقوا فيهم. الحاجة التانية المطلوب من مواليد برج الثور إن هم يحافظوا على السرية والكتمان، ما يعلنوش عن خططهم، ويتجنبوا الفخر بنفسهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع داعم، والنهاردة مواليد الجوزاء ممكن يعملوا نشاط ممتع، ويعني يكونوا مستمتعين بالعمل اللي بيقوموا بيه. النهاردة كمان على المستوى المهني ممكن تجمعهم بالأصحاب خطط لعمل أو نشاطات مشتركة مع أصحاب مخلصين. كمان مواليد الجوزاء النهاردة عندهم قدرة على تنمية أعمالهم، وعندهم كمان فرصة هايلة لقضاء أوقات حلوة مع الأصحاب والمخلصين. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وأشوف أنه رغم الضغوط المهنية اللي ممكن يكون السرطان معرضين ليها، لكن عندهم كواكب كتير في منزل الحظ بتدعمهم جدا، فيقدروا ان هم يتغلبوا على الضغوط، وبس مطلوب منهم ان هم يصبروا النهاردة لغاية ما يلاقوا حل للمشاكل. في الغالب مش هتطول بإذن الله، هو النهاردة بس القمر معاكس لكن الكواكب كلها بتدعمهم ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم الفلك بيدعمهم جدا، لأن القمر موجود في المنزل الحظ، وكمان في اقتران مع أورانوس في منزل الحظ، فده بيقوي الحظ أكتر بالنسبة للأسد. فمواليد الأسد النهاردة عندهم نشاط، وعندهم روح مبادرة، عندهم حوافز كمان بتدفعهم في عملهم وفي حياتهم الخاصة. هشوف ان مواليد الاسد النهاردة كمان عندهم رغبة في التطور، وقدرة على ان هم يزودوا معلوماتهم ومعرفتهم، وممكن قوي يحققوا مكاسب مالية. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر مقترن بأورانوس في منزل المدخرات، وده بيدفع مواليد العذراء ان هم يراجعوا حساباتهم ويرتبوا افكارهم، ويكونوا موفقين جدا في عمليات البيع والشراء وفي تنمية المدخرات ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان للأسف القمر مازال في مواجهة برجهم، وأشوف أنه رغم الضغوط يقدروا أن هم يتحملوا مسؤولياتهم بشجاعة، لأن في كواكب مجتمع في منزل العمل الإيجابي، وبالتالي رغم الضغوط اللي قدامهم هيكون عندهم الروح المثابرة اللي تخليهم يتحملوا المسؤولية، والقيام بالواجب هيكون هو ده اللي له الأولوية. نروح بعد كده لبرج العقرب.
العقرب النهاردة عندهم القمر مقترن بأورانوس في منزل العمل، والنهاردة ده بيدي مواليد العقرب تركيز أكبر على المسؤوليات اللي عليهم، وعلى ويعرفوا كويس قوي إن هم ينظموا وقتهم وينظموا جهودهم. ممكن يعتمدوا كمان كتير على الحجة والبرهان في تقديم أفكارهم وتقديم أي عرض مهتمين به. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا، وعندهم اقتران القمر بأورانوس في منزل الحب بيديهم طاقة إيجابية جدا، وهيكون كمان عندهم رشاقة اجتماعية. كل ده بيساعدهم ان هم يحققوا خطوة لقدام. مواليد القوس كمان عندهم القدرة لو عندهم أولاد ان هم يوطدوا علاقتهم بأولادهم، ولو في مرتبطين بالتأكيد هيكون عندهم قدرة على التعبير عن مشاعر أفضل النهاردة. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم للأسف القمر مازال معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد الجدي النهاردة ان هم يصبروا بس لبكرة، وممكن يصبروا لغاية بالليل. بعد كده القمر هيتنقل الساعة 8:12 لوضع أفضل، فأشوف انه من بعد 8:12 هيكون عندهم طاقة أفضل، خصوصا طاقة عاطفية. ولكن من الصبح مطلوب منهم ان هم يكونوا مستعدين للتعامل بمرونة مع المستجدات، ويحاولوا ان هم يتجنبوا الدخول في اي صدام مع الاهل ومع القرايب او في العلاقات الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة القمر مازال بيدعمهم، وعند الدلو شعور براحة اكتر وسط الاهل والاصحاب، وهيكونوا بيعملوا بمنتهى الحماس. عندهم لباقة ودبلوماسية، وعندهم قدرة على التفاوض، وقدرة على عرض ارائهم بموضوعية وبذكاء ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والكواكب اللي في برجهم عندهم 4 كواكب في برجهم، ده كله بيديهم افكار هايلة يقدروا يحلوا بيها اي مشاكل مادية كانت عالقة او فضلة من فترة طويلة. يقدروا الفترة دي ان هم يلاقوا حلول جدا لمشاكلهم، وخصوصا النهاردة المشاكل المالية. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهارده.